الكرات على شمالنا ليمون مصر، هاشم على الدايره، الدرع صانع العاب دوبونياك عايز يعدي، يسيب الكره في الباك اليمين يقابله كويس قوي علي، عايز يلعب الكره على الدايره، اقفل عند زيلكو اللي بيحجز على الدايره المصري، يقف قدامه كويس قوي علي زين، يقطع من الجناح ويحرز الهدف. يلعب الكره بره الثانيه للدرع اللي عايز يعدي، يسيب الكره لعلي، بيلعبوا دفاع 6-0 وبيلعبوا هاشم، بص هاشم على الدايره ماسكينه اثنين، يشوط الكره بين القائمين علي وهم ماسكين هاشم يا ولد يا شوف بص شوف كره حلوه لاول الكرات هاشم علي، يلا رجاله يلعب الكره لعلي على الدايره لهاشم، اوه بص المهاره هاشم نهى بيها العباره، يهوش اول مره، اوه ما انا قلت زمان يلعب الكره للدرع، يلعب الكره البكار في الجناح الشمال، يقدر يلعب الكره في الرايت، يا سلام على هوبا والكره مطلوبه، هوبا هوبا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر يطلع ويخترق حلو قوي في نقص العدد، كاسندريتش ايفان زين، عدى كويس قوي وعميز اللاعبين في الباك اليمين، عدى كويس قوي، عشرين مباراه دوليه مع الكروات، احرز 107 هدف، لاعب ميلو سينج الالماني يحرق الدرع، سند اكتمل خلاص الكروات، علي عايز يعدي، عايز يشوط علي، يتصدى الحارس، تروح لبكار، مفيش هزار عند بكار، ميل الجناح الشمال لاعب نادي الزمالك ومنتخب جناح، عايز يغير اتجاه الملعب، حلو قوي الرجوع، نقف قدامه دوفونياك، لاعب كيل الالماني يحرز، لازم ناخد بالنا من الكرات دي، اختارها كويس قوي ويحرز الهدف، مره ثانيه عايز يعدي، يلعب الكره حلوه قوي، يلا 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 هي 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 100 عالي دايما في العالي، فيليب يهوش، اوه يشوط الكره قويه قوي، يقلص الفرق لهدفين، مرة تانية تقاطع، مهاب يلعب الكرة لعلي اللي عايز يعدي، حلوة حلوة يا ولد، يا برشا يا برشا يا علي يا ولد يا ولد، ملعب في اليمين، دفاع 6-0 مع المقابلة لكرواتيا، يلعب الكرة حلوة قوي، عمر الوكيل ابن النيل يحرز هدف جميل من تكتيكية جلباش، يهوش مرة واثنين، ويحرز الهدف، 9-5 تمرير خط خلفي، أول هدف ليهم بعد 5 دقايق و9 ثواني، وضيافي بوعوده أحمد هشام السيد يطلع من أعلى نقطة من حكماء اللقاء، مرة ثانية يا ولد يا ولد على المهارة اللي نهى بيها العبارة أحمد هشام السيد، أدي الكورة لا على طول الثغرة عدى وفات وشاطي، استلم الكرة من على الدايرة اهو، خدها كويس قوي من ايفان مارتانوفيتش، يرفع من داخل ال 6 متر، مرة ثانية عايز يعدي الدرع، يلعب الكرة يا ولد يا ولد يا ولد، لا تصد لا ترد، قوية بجد يا ولد، مرة ثانية الدرع يلعب الكرة يا رمضان، الكرة مضمونة، عملها احسن محسن رمضان، بدأ بدايته القوية الدولية في ثالث العالم للشباب مع طارق محروس، هنا شاطرة عايز يعدي بالكرة، ايجور كارازيتش هيشوط، لعب الكرة للباك اليمين، استلامها كويس قوي في وسط الدفاعات، كويس جدا اكتمل خلاص كرواتيا، خب دودو يلعب الكرة على الدايرة لهاشم، يا تناغم حركي هايلة هايلة، لاعب دينامو بوخارست في ابطال اوروبا، حط ايجور يلعب الكره على الدايره، يستلم الكره من على الدايره، لاعب بلقاوي مارينا سيبينيتش يحرز الهدف، وبيطلع لغايه فين لوكا على الدايره، هايله الدفاعات دي هايله يا ولد، كره غاليه يلعب الكره عايز يعدي كويس قوي، يلعب الكره يا ولد يا ولد يا ولد، كره مضمونه من رمضان مصر، يلعب الكره حلوه قوي، هايل هايل، يستلم كرة من على الدايرة، بيجرب كل الخطوط، بيعملوا الهجمة السريعة، لازم نقفل على الدايرة، يستلم الكرة بيتكلم معاه، مرة تانية على الدايرة لوكاس سيبينيتش، ويستلم الكرة ويحرز الهدف،
هدف. يلا يا رجاله ما نقلش ما نقلش. ناخد بالنا. يلعب الكره لعلي، علي علي يلعب الكره لمارادونا بتمريره حلوه ومضمونه من علي، من الباك للباك ولكن تتقطع يروح. يلا ثنائيه نجري نجري علي يا ولد، عملها حلوه قوي في موجر دي حلوه قوي. ساندريتش يلعب الكره، يلعب الكره ويحرز ايجور كاراسيتش من الباك الشمال. هارد لك يا كريم. الوايت هورس يا ولد يا ولد يا ولد، يحيى الدرع يعدي كويس قوي. مره ثانيه الوورس يا ولد، يحيى الدرع يطلع من اعلى نقطه. نادي اليوبلس مواليد 95 الدرع، لاعب اليوبلس لاعب لسبرج في الدنمارك، لاعب كره يد في كرواتيا في موسم 2011 2012 وتميز في افضل لاعب في الدوري الالماني في 2000. عايز يعدي يلعب الكوره، يقدر يشوفه يعمل خطوره ابن المحروسه الدرع يا الاخطبوط. الاخطبوط نزل على الجراند، وقف قدام اللي شوط تانية. احمد هشام السيد يلعب الكرة للدرع يا على الكرة، والتمريرة حلوة قوي 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 للوكيل ابن النيل بكار في تونس الشقيقة، يحرز الكرة بطريقة دقيقة. مارتانوفيتش يلعب الكرة، ايجور كاراسيتش هو افضل اللاعبين، ايجور كاراسيتش هو افضل الدولية في فضية العالم للناشئين مع الكروات لما حصل. يلعب الكرة على طول للدودو عيد قيد. احمد هشام السيد في التصويبة كان السيد، شوف عمل ايه. تمرير يلعب الكرة قوية، ايبان مارتانوفيتش انت صح. اللعب المنظم في ايجابية، يعدي المرة دي ابن كرة اليد المصرية بفاعلية. يحيى الدرع لعباس بريم العالم مع وائل عبد العاطي في بطولة 94 للشباب كانت البداية. 18 هدف من 31 تصويبة فعليها 58%، ويدخل المرة دي زي ما مين سيرنا يحرز لي. يلعب الكرة رمضان يا ولد يا ولد، مميز من أول دقيقة إلى الآن، محصر عملها حلوة قوي لاعب النادي الأهلي رمضان. كرة قوية ومضمونة يا ولد يا رمضان. 20-19 فرق 9 اهداف. مرة ثانية ايجور يدخل، مارتانوفيتش من الباك اليمين، ايفان مارتانوفيتش الالماني عايز يعدي يلعب الكرة لحسن وليد، عايز يشوط الكرة من بعيد ويضيف جديد، افضل باك شمال في بطولة الأهلي للناشئين ومنتخب مصر. بدا المشوار يكون لقاءات عربيه، ما يبقاش بلجيكا يبقى تونس والبحرين، والكره بين القائمين. رامادونا مميز بكرات مضمونه، رامادونا مفاجئ. مبروك ولاد المصريين، امسيه لكره اليد المصريه، بدايه قويه.